بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين نحن لازلنا في الأبواب التي في كتاب الكافي الشريف وهي التي خصها الكليني رضوان الله تعالى عليه بالروايات المروية في علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام من الأبواب هذا الباب الذي نبدأ الأحاديث الذي فيه في هذه الحلقة باب أن الأئمة عليهم السلام ورثوا علم النبي وجميع الانبياء والاوصياء الذين من قبلهم الحديث الاول حديث عن الامام الرضا عليه الصلاه والسلام كتبه الى عبد الله بن جندب وهو من اصحابه في هذا الحديث يقول الامام الرضا اما بعد فان محمدا صلى الله عليه واله كان أمين الله في أرضه في خلقه فلما قبض كنا أهل البيت ورثته فنحن أمناء الله في أرضه عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق وان شيعتنا لمكتوبون باسمائهم واسماء ابائهم اخذ الله علينا وعليهم الميثاق يردون موردنا ويدخلون مدخلنا الى اخر هذا الحديث الشريف. في هذا الحديث الشريف يبين الامام الرضا عليه الصلاه والسلام على ان يبين ان رسول الله محمدا صلى الله عليه واله والائمه من بعده عليهم الصلاه والسلام هؤلاء الله سبحانه وتعالى ربط بهم التكوين والتشريع باذنه سبحانه وتعالى. ربط التكوين والتشريع بهم يجب ان يكون بحكمه ومن مقتضى الحكمه ان يكونوا عالمين بما في التكوين وبما في التشريع لان الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ان يجعل الاسباب في الخلق يعني الله سبحانه وتعالى يريد ان يخلق انسانا هو قادر على ان يخلق كل انسان كما خلق ادم وحواء وكما خلق عيسى من غير اب. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله قادر على ذلك، لكن الحكمه اقتضت بان يجعل الخلق عبر الوسائط، يعني عبر زواج الابوين. افرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه؟ ام نحن الخالقون الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين لكن الحكمه اقتضت ان يكون الرزق عبر الوسائل يعني الانسان يذهب يزرع على الارض يستخرج معادنها يتاجر يعمل يكد والله سبحانه وتعالى يفيض عليه الرزق الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الانفس الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ولكن الحكمه اقتضت ان يكون الواسطه في ذلك ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وفي ايه اخرى توفته رسلنا فاذا الله سبحانه وتعالى جعل امور الكون عبر الاسباب التي هو جعلها لحكمته سبحانه وتعالى وهكذا في مجال تدبير امور الكون الله سبحانه وتعالى في القران يقول المدبرات امر الملائكه التي تدبر امر هذا الكون بامر من الله سبحانه وتعالى وبإذنه، هذه الملائكة ليست بالاستقلال تدبر، الله يأمرها وهي تنفذ ما أمره ما أمرها الله سبحانه وتعالى. وهكذا في مجال التكوين والتشريع الله سبحانه وتعالى جعل وسائط. في مجال التشريع الله سبحانه وتعالى كان قادرا وهو قادر على ان ينزل الكتاب والاحكام على كل انسان مباشره يعني يوحي الى كل انسان تكاليفه واوامره ونواهيه لكن الحكمه اقتضت ان يختار رسولا وتاره بشكل مباشر يوحي الى هذا الرسول وتاره عبر جبرائيل عليه السلام وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. فرسول الله صلى الله عليه واله وسائر رسل الله هم وسائط من طرف الله سبحانه وتعالى في مجال التشريع يبلغون الناس أحكام الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك يرتبط بحكمة الله، زين الله سبحانه وتعالى جعل رسوله محمدًا الواسطة في التكوين والواسطة في التشريع، الحكمة تقتضي أن لا يجعل إنسان جاهل واسطة في التكوين أو إنسان جاهل واسطة في التشريع. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعلم رسوله محمدا صلى الله عليه واله وكذلك سائر الانبياء المهمه التي اوكلت اليهم يعلمهم بتفاصيلها ثم يوكل اليهم المهمه كما ان الله سبحانه وتعالى علم ملك الموت كيفيه قبض الارواح وعلمه اجال الناس لكي يذهب ويقبض ارواحهم في اجالهم. الله علمه لان هذه المهمه اوكلت اليه فيجب ان يكون عالما فيها. زين الله سبحانه وتعالى اوكل مهمه التكوين الى رسوله محمد صلى الله عليه واله، الرسول من نفسه لا يملك شيئا، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. الرسول بنفسه لا يعلم الغيب لكن الله سبحانه وتعالى يعلمه فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فاذا حينما نرى رسول الله صلى الله عليه واله وكذلك سائر الانبياء جرت على يدهم المعاجز التكوينيه يعني موسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام كان يلقي العصا فتتحول إلى ثعبان عيسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام كان يحيي الموتى كل ذلك بإذن الله يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدر موسى على ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدر عيسى على ذلك وهكذا الرسول محمد صلى الله عليه واله في معاجزه الله سبحانه وتعالى هو الذي اقدره على ذلك ولكن بالنتيجه الرسول يتصرف في مجال التكوين بقدره حباها الله اياها والله سبحانه وتعالى علمه الوسيله وعلمه متى يستفيد من هذه القدره في مجال التشريع كذلك. زين هذا بالنسبة إلى الرسول محمد صلى الله عليه واله. بعد الرسول محمد صلى الله عليه واله الله سبحانه وتعالى اختار الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لتكميل هذه المسيرة سواء في المجال التكويني والذي يعبر عنه بالولاية التكوينية. أم في المجال التشريعي الذي يعبر عنه بالولاية التشريعية الله سبحانه وتعالى إذا جاء التعبير سلح الأئمة عليهم الصلاة والسلام بعلم ذلك في مجال التشريع الأئمة عليهم الصلاة والسلام يبينون الأحكام الواقعية التي اوحاها الله سبحانه وتعالى الى رسوله محمد صلى الله عليه واله. جميع العلوم التي ترتبط في مجال التشريع الله علمها الائمه بواسطه رسوله صلى الله عليه واله وكذلك بواسطه تحديث الملائكه وهناك تفصيل سياتي في الروايات في طريق علم الائمه عليهم الصلاه والسلام. لذلك جعلهم عدلا للقران. في حديث الثقلين المشهور حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض لن يفترقا زين القرآن فيه جميع العلوم ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ومن مصادق الكتاب المبين القرآن الكريم القرآن يتضمن جميع العلوم أهل البيت أيضا يعلمون تلك العلوم لماذا؟ لأنه لو كانوا جاهلين بها افترقوا عن القرآن أنت بمقدار جهلك بالقرآن مفترق عن القرآن أنا بمقدار خطئي في المسائل مفترق عن القرآن لكن القرآن لا باطل فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه القرآن صحيح مئة في المئة في كل شيء معصوم إذا جاز التعبير زين أهل البيت لا يفترقون عنه معنى ذلك أنهم لا يخطئون معنى ذلك أنه لا يجهلون علوم القرآن معنى ذلك لا تعرضهم لا يعرضهم السهو والنسيان لان في ذلك المجال هو افتراق عن القران. ففي مجال التشريع جميع علوم القران الله سبحانه وتعالى اودعها عند الائمه عليهم الصلاه والسلام يعني علمهم بواسطه رسوله صلى الله عليه واله وبالوسائط الاخرى. جميع العلوم التي نزلت على الأنبياء هذه العلوم كان يرثها نبي من نبي من وصي وهكذا هذه العلوم التي نزلت لم ترفع بموت أولئك الأنبياء والرسل والأوصياء وإنما كانت تنتقل إلى نبي آخر أو وصي آخر إلى أن تلك العلوم ورثها, ورثها رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعد الرسول ايضا ورثها ورثها امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ومنه الى سائر الائمه عليهم الصلاه والسلام. وكذلك في مجال التكوين، زين. فلما المجال التكويني مرتبط بهم باذن الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى جعلهم من الاسباب فلذلك علمهم العلوم التي ترتبط في مجال التكوين مثلا من العلوم التي يذكرها الامام الرضا عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث يعلمون الخاتمه في الدنيا علم البلايا والمنايا المنايا جمع منيه يعني الموت متى يموت هذا الانسان الله سبحانه وتعالى هو العالم بذلك وهو الذي يقدر. والله سبحانه وتعالى يعلم ملك الموت الاجال. وهو قادر على ان يعلم احد الناس تلك الاجال ايضا، وقد علمها رسوله محمدا صلى الله عليه واله ومن بعده الائمه. والبلايا المصائب التي تجري الله سبحانه وتعالى عالم بذلك وشاء ان يعلم رسوله ومن بعده الائمه عليهم الصلاه والسلام ذلك هذه الخاتمه في الدنيا البدايه في الدنيا علم الانساب علم الموالد ومولد الاسلام معرفه المؤمن من المنافق الله سبحانه وتعالى ختم على قلوب المنافقين بختم، هذا الختم ليس ماديا، لذا نحن لا نراه، انت ما تقدر تميز بين المؤمن والمنافق الا ان تعاشرهما وعن طريق اعمالهما تكتشف المؤمن من المنافق. لذلك في تلك القضيه في احدى الغزوات او السرايا احد المسلمين سيطر على كافر فلما اراد ان يقتله اظهر ذلك الكافر الاسلام، زين واحد الان جاي في حربك الان وقع على الارض والسيف على راسه فاظهر الشهادتين، هذا المسلم قال هذا الشخص يكذب فقتله، فنزلت الايه الشريفه: ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا والرسول صلى الله عليه واله قال لذلك المسلم القاتل هل لا شققت عن قلبه؟ المسلم قال ما معناه انه ذاك كان كاذب شاف السيف مسلط عليه فاظهر الاسلام كذبا، الرسول قال هل لا شققت عن قلبه؟ لعله اسلم حقيقة. فاحنا ما نقدر نميز الا عن طريق الاعمال وذاك ظنا لكن الله سبحانه وتعالى عالم بذلك وجعل علامة هذا الختم المعنوي يراه الملائكه لان الله سبحانه وتعالى شاء ان يعلمهم ذلك ويعطيهم الوسيله لرؤيه ذلك الختم وكذلك الله سبحانه وتعالى قادر ان يري رسوله صلى الله عليه واله ذلك ومن بعد الرسول اوصيه الرسول صلى الله عليه واله وكذلك يعلمون الخاتمة في الآخرة من هو الذي يأتي ويسقى من ماء الحوض ويدخل الجنة ومن يذاد عن الحوض ولا يسقى منه ويكون مصيره إلى النار ويسقى ماء حميمة هذا علمهم في مجال التكوين وهذه أمثلة له اما علمهم في مجال التشريع فهم ورثة الانبياء والاوصياء وهم ورثة علم الكتاب ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بعد الرسول اورثنا الكتاب يعني علم الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله اصطفاهم كما ان الله سبحانه وتعالى في الامم السابقه اصطفى ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين كذلك اصطفى مجموعه في هذه الامه بعد الرسول هؤلاء ورثوا علم الكتاب وكذلك ورثوا علم رسول الله صلى الله عليه واله كما قال امير المؤمنين علمني رسول الله الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب واحاديث متواتره كثيره هذا الحديث عن عبد الله بن جندب انه كتب اليه الرضا عليه السلام الامام علي بن موسى الرضا ماذا كتب؟ اما بعد اما بعد يعني معنى ذلك ان الامام افتتح كتابه بالبسملة والحمدلله ومقدمات ثم بعد ذلك يقول اما بعد ما ذكرناه اما بعد فان محمدا صلى الله عليه واله كان امين الله في خلقه هذا كالمقدمة الرسول أمين لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يختار غير الأمين لحامل هذه الرسالة العظيمة هذا خلاف الحكمة أنت إنسان إذا عندك أموال تريد ترسلها لأحد ما تختار إنسان غير أمين لإيصالها لعله يخون في تلك الأمانة والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين حكمته تقتضي أن يصطفي من يجعله، من يجعله وسيطا بينه وبين الناس في تبليغ الرسالة، لذلك أمين، جبرائيل أمين، الله سبحانه وتعالى يصف جبرائيل في القرآن بالأمين، لماذا؟ لأنه مهمته عظيمة جدا أن يبلغ رسول الله عن الله رسالةً مطاع ثم امين والرسول محمد وكذلك سائر الانبياء عليهم جميعا الصلاه والسلام والاوصياء عليهم السلام هؤلاء امناء الله زين لان هذا مقتضى الحكمه فان محمدا كان امين الله في خلقه فلما قبض الله سبحانه وتعالى قبضه لأن حكمته تقتضي أن لا يخلد أحدا في الأرض أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت نعم الأعمار قد تطول وقد تقصر قد يكون نبي من الأنبياء كنوح عليه السلام عاش آلاف السنين فقط في قومه قبل الطوفان عاش تسعمائة وخمسين سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان بعد الطوفان أيضا يظهر من الروايات أنه عاش آلاف السنين لكن بالنتيجة هذه الآلاف انتهت الحكمة تقتضي أن كل إنسان يموت ورسول الله محمد صلى الله عليه وآله عاش ثلاثة وستين عاما فقط وبعض الأنبياء أقل بعض الأنبياء أكثر لكن بالنتيجة الحكمة تقتضي أن الجميع يموت فلما قُبض كنا اهل البيت ورثته هذه الوراثه وراثه ماديه لانهم ورثوا رسول الله صلى الله عليه واله الاشياء التي كان يملكها طبعا الرسول ما كان يملك شيئا كثيرا لكن نفس الاشياء التي كان يملكها ورثها الائمه من الرسول صلى الله عليه واله لماذا؟ لان الرسول حينما قبض كانت فاطمه سلام الله عليها بنته الوحيده ال التي كانت باقيه على قيد الحياه وطبعا الحكم في الارث ان الاولاد يقعون في الطبقه الاولى وهؤلاء يرثون من ابائهم فاذا فاطمه الزهراء سلام الله عليها الوارث الوحيد للرسول والتعصيب ايضا باطل فجميع ما خلفه رسول الله من اموال تصل الى فاطمه ومن بعد فاطمه سلام الله عليها من ورثتها امير المؤمنين علي بن ابي طالب والحسنان عليهم الصلاه والسلام فهم ورثه رسول الله صلى الله عليه واله في امواله وهم أيضاً ورثة الرسول في علمه طبعاً هذه الوراثة تعبير مجازي وراثة العلم يعني العلوم التي علمها الله سبحانه وتعالى رسوله هذه علمها رسول الله أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام فكأنه أورثه إياه ها. كنا أهل البيت ورثته زين وحيث أنهم ورثة الرسول ماديا ومعنويا وفي علمه الوراثة المعنوية وفي علمه تحتاج إلى أمانة لأن الله حكيم لا يورث ذلك العلم لغير أمين لذا يقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام فنحن أمناء الله في أرضه الله سبحانه وتعالى جعلنا أمناءه يعني مجال التكوين كما الان نذكر ومجال التشريع الله سبحانه وتعالى جعلهم الوسائط فيه وهم امناء لا يخالفون امر الله سبحانه وتعالى وينفذون اراده الله زين شنو هي اراده الله سبحانه وتعالى لازم يعلمون بها يعني يعلمون في المجال التكويني لأنه فوض إليهم ذلك ويعلمون في المجال التشريعي لأنه فوض إليهم ذلك بإذن من الله سبحانه وتعالى فنحن أمناء الله في أرضه زين يعلمون البداية في الدنيا والنهاية فيها ويعلمون النهاية في الآخرة والنهاية في الآخرة تقتضي معرفة المؤمن من المنافق لأن اللي في النار هو منافق أو كافر والذي في الجنة هو المؤمن فإذا علموا النهاية يعلمون أيضا الإيمان والكفر بالنسبة إلى الأشخاص لذلك يقول الامام عندنا علم البلايا والمنايا هذا يتعلق بالخاتمة في الدنيا الخاتمة الخاتمة في الدنيا علم المنايا متى يموت هذا ومتى يموت ذاك عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب طبعا المقصود انساب الجميع لكن تخصيص العرب بالذكر لاجل ان النسب عند العرب يكتسب اهميه قصوى يعني لا يشاهد في سائر الاقوام الاهتمام بالنسب كاهتمام العرب به وايضا من طاب مولده ومن خبث مولده هذا الى تاثير في اختيار الانسان الايمان او الكفر الذي طيب المولد هذا يختار الايمان والذي هو خبيث المولد لا يختار الايمان وانساب العرب ومولد الاسلام يعني احنا نعرف مولد الاسلام تاريخ الاسلام التاريخ الاسلامي الذي الان واصل بايدينا هذا جزء بسيط من تاريخ الاسلام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم كان يتكلم وفي كل يوم كان هناك قضايا ولقاءات وأحداث لكن الذي دون ووصلنا عُشر معشار ذلك وحتى هذا الذي الذي وصلنا اختلطت فيه الإسرائيليات وبعض الأكاذيب ولذلك علماء الرجال يحاولون التمييز بين الصحيح من السقيم لكن تاريخ الاسلام يعلمه الائمه عليهم الصلاه والسلام لان الله سبحانه وتعالى شاء ان يعلم ذلك. زين هذه في البدايه انساب العرب ومولد الاسلام، هذا في البدايه علم البلايا والمنايا هذا في النهايه في الدنيا. بعد ذلك وانا لنعرف الرجل اذا رايناه بحقيقه الايمان وحقيقه النفاق. يعني لا نحكم على الرجل بظاهره طبعا من حيث الممارسه العمليه الذي يتشهد الشهادتين يحكم عليه بالاسلام ويجري عليه ما يجري على سائر المسلمين حتى اذا هو منافق باطنا يعني المنافقون الذين كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه واله كعبد الله بن ابي وربعه هؤلاء كانوا يظهرون الايمان ويبطنون الكفر لكن كانت تجري عليهم احكام الاسلام في التزاوج والتناكح والتوارث والمقابر وما الى ذلك لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين لكن حقيقه هذا منافق لو هذا مؤمن في قلبه احيانا لا يمكن التمييز في الظاهر لأنه بعض المنافقين يعرفون كيف يلعبون قد لا يمكن لكثير من الناس التمييز، نعم بعض المنافقين كانوا مفضوحين فتصرفاتهم تكشف عن نفاقهم ولتعرفنهم في لحن القول، لكن الله سبحانه وتعالى جعل علامة على قلوبهم ذلك الختم، تلك العلامة الله سبحانه وتعالى شاء ان يراها رسوله صلى الله عليه واله، وان يراها الائمه عليهم الصلاه والسلام، لذلك يعرفون كل انسان بحقيقه الايمان او حقيقه النفاق. وان شيعتنا لمكتوبون باسمائهم واسماء ابائهم، لان الله سبحانه وتعالى ازلا يعلم بمن يختار الايمان ومن يختار الكفر. والذين يتبعون الائمه عليهم الصلاه والسلام، الله يعلمهم، وهذا العلم علمه رسوله صلى الله عليه واله وعلمه الائمه عن طريق الرسول صلى الله عليه واله. اخذ الله علينا وعليهم الميثاق. اخذ علينا الميثاق في ان نبلغهم ونوصل اليهم الاحكام. واخذ عليهم الميثاق بان يتبعوننا ويوالوننا. زين الخاتمة شنو هي؟ يردون موردنا المورد دخول على الماء ورد ماء مدين موردنا يعني حوض الكوثر انما كان موردهم لان رسول الله صلى الله عليه واله هو رئيس الحوض وامير المؤمنين هو الذي يسقي المؤمنين من ذلك الحوض بامر من الرسول صلى الله عليه واله. ويدخلون مدخلنا لان الائمه والرسول يدخلون الجنه وهؤلاء اتباعهم ايضا يدخلون معهم الجنه، فاذا الله سبحانه وتعالى حينما اعطاهم وجعلهم الوسائط في مجال التكوين ومجال التشريع فيتصرفون باذن الله في هذين المجالين، الله سبحانه وتعالى بحكمته علمهم ما يرتبط بهذين المجالين. وهذه الموارد التي ذكرها الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كأمثل العلم بالبداية والنهاية في الدنيا والعلم بالنهاية في الآخرة وهذا الحديث له تتم نتركه إلى حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين